السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، صحه رمضانكم وصحه فطوركم مقدما. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نتكلموا فيه على تجميعه احد المتابعين اللي شريناها له من موقع علي اكسبرس، وباه نكونوا صريحين معكم اكثر، التجميعه هذه جمعناها منذ حوالي سنه من الان، لكن بسبب انه كان السيد هذا مزلو شويه ما قدرناش ننزلوا الفيديو تاعها، لذلك الان حبيت فقط نستعرض عليكم القطع اللي شريناها وشحال قدرنا نوفروا في سعرها بالنسبه لوقت شراء هذا التجميعه اللي كان قبل حوالي السنه، لانه فارق السعر بين وقت الشراء والوقت الحالي بزاف كبير، خاصه حاليا اسعار البي سي نزلت بشكل كبير جدا مقارنه بالسنوات الماضيه. وقبل ما ندخلوا في هذا الفيديو حبيت نذكركم التخفيضات الكبرى الخاصة بموقع علي اكسبرس راح تكون يوم 18 مارس، يعني يوم الاثنين المقبل، يعني اللي راهو حاب يشري تجميعة ولا يشري هاتف ولا يشري تابلت ولا اي شيء من موقع علي اكسبرس، رانا رايحين نوفر لكم خدمة الشراء مجانا من موقع علي اكسبرس. ما عليكم غير تواصلوا معنا في صفحتنا على الفيسبوك اللي راح نخلي لكم الرابط تاعها اسفل الفيديو، واكيد الخدمة هذه راح تكون مجانا يعني بدون مقابل، يعني كيما راح تلقى السعر في الموقع كيما راح تدفع توالي بالدينار وانا راح نخلص لك بالاورو. ودعيونا معكم فقط وخلونا ندخلوا مباشرة في الفيديو. عاود رجعنا لكم من جديد، وقبل ما نبداو في هذا الفيديو حبيت نوه الحاجه هي انه ليست جميع القطع تم شراءها من موقع علي اكسبرس، عندنا مثلا كيما الكيس والباور سبلاي تم شراءهم محليا لانه اسعار الشحن جد غاليه على موقع علي اكسبرس، لذلك تم شراءهم محليا لتوفير الوقت. والتنويه الثاني هو انه هذا التجميعه ليست اقتراح لك باش تقتنيها في الوقت الحالي، التجميعه هذه كانت ممتازه في وقتها، اما حاليا تقدر بنفس السعر تجمع تجميعه افضل منها، هكذا باه تكون الامور واضحه. المهم هذا المتابع كانت عنده ميزانيه حوالي 8 ملايين وكان يحوس على تجميعه تشغل له جميع الالعاب على دقه 1080 بفريمات مقبوله تكون بين 50 حتى 70 فريم على حساب اللعب. للعلم في الوقت اللي شرينا فيه هذا التجميعه كانت ميزانيه تاع 9 ملايين كانت تجيب لك تجميعه فقط تاع رايزن 5 5600 جي مع كيس سامبل، يعني الاسعار كانوا بزاف غاليين محليا وقتها. واول قطعه خيرناها في التجميعه كانت المعالج، كنت نحوس على معالج يقدم اداء مليح وفي نفس الوقت يكون سعره رخيص، وكان افضل خيار وقتها هو الرايزن 5 5500، سعره في الجزائر كان حوالي 2 ملايين و700 الف، قدرت نوفر المعالج من موقع علي اكسبرس بسعر 2 ملايين، وتقريبا سعره حاليا راهو زاد نزل شويه، تقريبا راهو بين مليون ونص حتى مليون و700 الف. القطعه الثانيه كانت كارت الشاشه، ووقتها كانت الار اكس 580 مطلوبة خاصة النسخة الصينية، قدرت نوفرها له على ما اعتقد بسعر مليون و700 او مليون و800، وكان سعرها ممتاز جدا بالنسبة للاداء اللي تقدمه. القطعة الثالثة كانت اللوحة الام، ما كانوش كاينين خيارات كثيرة وخاصة انه الميزانية كانت محدودة، فقررت اني نخير له ارخص وحدة من فئات البي 450، وكانت الازيز بي 450 ام كا هي الخيار الوحيد اللي كان متوفر اللي قدرت نحصله في حدود الميزانية، وسقمت له محليا حوالي مليون و800. بالنسبه للتخزين والرامات شريت له قطعتين 8 جيجا المجموع 16 جيجا بسرعه 3200 ميجا هرتز من شركه اسغارد، كانوا سامبل بدون ار جي بي، سقاموا له حوالي 600000، وقتها اللي يشفى رامات اداتا اللي كانوا يجوا بسرعه 2666 ميجا هرتز كان سعرهم حوالي 700000 للقطعه، يعني قطعه تاع 8 جيجا سعرها 700000، يعني جوج قطع راه يسقاموا لك 1400، يعني وقتها كان سعر الرامات جد غالي. اما بالنسبه للتخزين الام في ام وقتها كان شويه غالي، لذلك شريت له اس اس دي ساتا بسعه 512 جيجا، خصصنا منه 120 جيجا للنظام والمساحه الباقيه وضعنا فيها بعض الالعاب، وسقام له حوالي 500000، ووقتها الاس اس دي بنفس السعه كان سعره حوالي 700000. اما الباور سبلاي شريت له باور سبلاي من عند شركه اوريس 600 واط اللي راح تكون اكثر من كافيه لهذا التجميع، واللي كانت الخيار الوحيد في حدود الميزانيه، شريناها محليا بسعر 650000. واخيرا الكيس كان من عند شركه سبيريت اوف جيمر ديث مارت 7 مع اربع مراوح الاي دي، وسقام له حوالي 700000. وبالمختصر قدرنا نجمعوا له تجميعه لا باس بها تشغل له معظم الالعاب بسعر 8 ملايين، لانه التجميعه هذه وقتها كان سعرها يلحق حتى 11 مليون، يعني قدرنا نوفروا له شويه دراهم يقدر يستثمرهم في شاشه واكسسوارات للتجميع. وانتم مثلا يا خوتي تقدروا تجمعوا تجميعه خاصه بكم ولا
تشريو هاتف ولا اي حاجه من موقع علي اكسبريس، مالك غير تواصلوا معنا في صفحتنا على الفيسبوك وراح نقدموا لكم خدمه الشراء. وايضا اللي راحين يجمعوا تجميعات راح نقدموا لهم نصائح وننصحهم بافضل القطع واكيد باسعار ممتازه. وثاني لازم ديروا حاجه في بالكم هي انه كي تشريو حاجه من موقع علي اكسبريس راح تضرب حوالي 20 حتى 25 يوم باش توصل لهنا للجزائر، يعني باش تديو اسعار ملاح لازم لكم تصبروا. ولهنا نكونوا وصلنا لنهايه هذا الفيديو، كالعاده خوتي ما تنساوش تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب، اذا كنت غير مشترك في القناه لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل ميزه الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. تلاقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.